الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك ربنا لك الحمد والشكر والثناء. جعلت الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، وسلوى الطائعين، وقرة عين المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، أفضل البرية وسيد البشرية، إمام المتقين، وقدوة المصلين الخاشعين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود بفضل الله علينا لنفتتح مرة أخرى هذه السلسلة المباركة من الدروس الفقهية المتعلقة بفقه العبادات، وبالتحديد فقه الصلاة، حيث تناولنا في الحصة الماضية ما يلي: تناولنا فرائض الصلاة وعددناها، ورأينا كل ما يتعلق بهذه الفرائض، وهي أولاً النية، ثانياً تكبيرة الإحرام، ثالثاً القيام في صلاة الفرض، رابعاً قراءة الفاتحة، خامساً الركوع، سادساً الرفع من الركوع، سابعاً السجود. وفيما يتعلق بفرض السجود تناولنا عدة مباحث، منها صفة الهوي للسجود، كيف نهوي وننزل للسجود، وصفة السجود الكاملة من حيث وضع اليدين والجبهة والركبتين والقدمين، ورأينا كذلك السجود على الأرض أو ما اتصل بها، والصلاة ربما بعيدا عن الأرض، كأن يصلي الإنسان في الفضاء البعيد في طائرة مثلا. مباحث عديدة تتعلق بالسجود تناولناها وحللناها. الفرض الثامن من فرائض الصلاة وهو الرفع من السجود، ورأينا صفة الجلوس الصلاة بعد أن نرفع من السجود، ورأينا الإشارة بالإصبع في التشهد، وكيف نتشهد، كيف يكون وضع اليد في التشهد. كذلك تناولنا الفرض العاشر وهو الجلوس للسلام، الفرض 11 السلام، 12 الطمأنينة، و13 ترتيب فرائض الصلاة. فلا بد أن نأتي بهذه الفرائض مرتبة، فلا نسجد قبل الركوع، ولا نرفع قبل أن نركع، إلى غير ذلك، ولا نقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام. فهناك ترتيب للفرائض لابد أن نحترمه. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع مباحث أخرى تتعلق بباب الصلاة في هذه الحصة السادسة المتعلقة بالصلاة. إذن بعد أن تناولنا فرائض الصلاة، نشرع اليوم في تناول سنن الصلاة. الصلاة
لها فرائض ولها سنن ولها مستحبات إلى غير ذلك. بالنسبة لسنن الصلاة أقول تنقسم سنن الصلاة إلى قسمين، السنن قسمان. القسم الأول تسمى سنن مؤكدة، مثلا قراءة السورة سنة مؤكدة، فمثلا لو الإنسان ترك السورة سهوا فهو مطالب بأن يسجد سجودا قبليا قبل أن يسلم في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير، لأن قراءة السورة أو قراءة جزء من القرآن بعد الفاتحة حكمه سنة مؤكدة. إذن فمن ترك هذه السنة المؤكدة نقول له أنت مطالب بسجود قبلي. السجود القبلي هذا كما رأينا لو نسيه المصلي، انشغل بصلاته ولكن في آخر الصلاة بعد التشهد أيضا أن يسجد سجدتين قبل السلام سلم، نقول له تسجد السجود القبلي بعد السلام يجوز ما دمت قد نسيت ذلك. فالسجود القبلي ندركه أو يصبح سجودا بعديا إذا سلمنا ناسيا. إذا نسيه ولم يتفطن إليه أبدا لا شيء عليه، صلاته صحيحة، لأنه يقول سيدنا النبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عنه. أما إذا تذكره بالقرب من الصلاة ما زال ذو مخرج حتى إن وقف أو تحرك فليسجده. إذا طال الزمان كثيرا يقولوا له وتذكر يقولوا له أن يعاود الصلاة. النوع الثاني من السنن هي سنن خفيفة أو مستحبات، وهي من مكملات الصلاة، فمن أتى بها فقد أحسن، ومن ترك منها شيئا لا لوم عليه، أي لا تفسد صلاته لكن ينقص تركها من ثواب الصلاة. إذن السنن الخفيفة لو تركتها حرمت أجرها. وضربنا مثال قلنا كالسترة مثلا، وسوف نعددها إن شاء الله تعالى الليلة. إذن قلنا السنن نوعان، سنن مؤكدة وسنن خفيفة. هذا بصفة إجمالية فكرة عن السنن المؤكدة والخفيفة. الآن نتناول السنن هذه المؤكدة سنة سنة ونرى ما يتعلق بها من أحكام، ثم بعد ذلك نتناول السنن المخففة. نبدأ بالسنن المؤكدة، سنعددها ونتناول ما يتعلق بها من أحكام. السنة المؤكدة الأولى هي قراءة السورة، أولى السنن المؤكدة لأن هي تأتي بعد الفرائض. تكبيرة الإحرام فرض، قراءة الفاتحة فرض، بعد السورة سنة، فهي سنة مؤكدة. لما أقول قراءة السورة أي قراءة سورة كاملة من القرآن، طالت أو قصرت، كثرت آياتها أو قلت، أو أن تقرأ ولو على الأقل آية واحدة أو جزء من القرآن. فقراءة سورة أو ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة. طبعا السورة وقتها في الركعة الأولى والثانية في الصلوات الخمس، الفرائض الخمس، وفي السنن كذلك. إذن قراءة السورة أو جزء من القرآن أو آيات أو آية واحدة هو سنة مؤكدة، وذلك في حق الإمام والفذ. الإمام سنة مؤكدة في حقه، الفذ الذي يصلي وحده سنة مؤكدة، ويقوم مقام السورة قراءة ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. يكره تكرار السورة الواحدة في ركعتين
من صلاة الفريضة لمن يحفظ غيرها. إنسان يحفظ ما شاء الله من القرآن، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة قل يا أيها الكافر، وفي الركعة الثانية الفاتحة قل يا أيها الكافر مثلا، هذا مكروه، فلا نقرأ نفس السورة في الركعتين، يكره هذا. وطبعا لما نقول مكروه وليس محرم، ولكن القاعدة الفقهية لا يتقرب إلى الله بمكروه، أنت تتقرب إلى الله وتعبد الله وتناجي الله، فكيف تفعل مكروها؟ إذا لم يكن متعمدا لا شيء عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عنه، يعني نسي لم يتفطن إلا في آخر السورة أنه يعيدها في الركعة الثانية، فهذا لا شيء عليه. ولا تكره المداومة على قراءة سورة واحدة في كل صلاة، إنسان عنده سورة يكررها في كل صلاة، مثلا في الركعة الأولى يقرأ أي سورة، في الركعة الثانية دائما وأبدا في كل الصلوات يقول قل هو الله أحد مثلا، فهذا ليس بمكروه. بعض الصالحين يفعلون هذا، يقول لما يسأل لماذا، يقول لأن سيدنا النبي بين أن قراءة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الأجر، وبالتالي قال أحب أن أقرأها دائما، فليس هذا بمكروه. كذلك فيما يتعلق بالسورة أو بالقرآن بعد الفاتحة، الأفضل أن يراعي المصلي في قراءة السور ترتيب المصحف، يعني أن يتبع الترتيب الموجود في المصحف، بأن تكون السورة التي يقرأها في الركعة الأولى قبل السورة التي يقرأها في الركعة الثانية من حيث الترتيب في المصحف، يعني يقرأ تبت يده في الأولى ما يقرأش واحد قبلها، يقرأ بعدها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، إلى غير ذلك. يكره ذلك التنكيس، احنا جايينك. اذا من ترك قراءه السوره سهوا في صلاه الفرض في ركعه واحده او اكثر ولم يتذكر الا بعد الركوع، اذا الانسان مطالب بقراءه سوره او جزء من القران او بعض الايات في الركعه الاولى والثانيه بعد الفاتحه، فإذا ترك هذا سهوا نسي وركع، نقول له ما دمت قد ركعت أنت الآن في الركوع، والركوع فرض، فلا نرجع من الفرض إلى السنة، ما نرجعوش نرفع باش نقرأ السنة السورة. إذا شنو نعمل؟ أواصل صلاتي، أواصل ركوعي، أرفع وأواصل صلاتي وكأن شيئا لم يحدث، ثم في نهاية الصلاة بعد التشهد الأخير وقبل السلام أسجد سجدتين سجود قبلي، لأنني قد تركت سنة، نسيت سنة. وإن لم يسجد لها حتى خرج من الصلاة سجد بعد السلام، أما إذا طال الأمر وجب عليه أن يعيد الصلاة، كما قلت إذا كانك أنت عندك سجود قبلي نسيت سورة وكملت وسلمت ونسيت، أنت قاعد تعمل في المعاقبات وتذكرت أسجد سجدتين، أنت مستقبل قبلة أسجد سجدة أولى وثانية وتعيد التشهد ثم تسلم وصلاتك صحيحة. أما إذا قمت وغادرت المكان وخرجت من المسجد وتذكرت نقول لك تعيد الصلاة. والقيام أثناء قراءة السورة لا بد منه لمن يقدر على القيام، القادر على القيام، نحن وإحنا نعرف ورينا أن القيام هو فرض، فالقادر على القيام عليه أن يقوم، فلو جلس المصلي وقرأ السورة وهو جالس بطلت صلاته، قلنا القادر، أصحاب الأعذار، المرضى، العجز، لا لوم عليهم ولا إثم عليهم، إذن فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه إخوة الإيمان السنة المؤكدة الأولى وهي قراءة السورة أو قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة أو قراءة على الأقل آية. السنة المؤكدة الثانية وهي
الجهر بالقراءة، الجهر أن تجهر بالصلاة الجهرية. فالجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة في صلاة الصبح وصلاة الجمعة والركعتين الأولى والثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء، هذوما الركعات، ركعتا الصبح ركعتا الجمعة، الركعة الأولى والثانية في المغرب وفي العشاء نصليها جهرا. نتكلم عن الفرائض، الفرائض. فالجهر بالقرآن هو سنة مؤكدة، مطالب على ذلك. ما دام سنة مؤكدة لو تركنا ذلك علينا أن نأتي بسجود. إذن ومن السنن أن يقرأ جهرا في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر، وهذا في حق الإمام الذي يصلي بالناس. بالتالي الجهر هو سنة مؤكدة في الصلاة التي نجهر فيها أو في الركعات التي نجهر فيها، فالجهر سنة. فلو تركنا هذا الجهر علينا أن نأتي بسجود قبلي، سجود قبلي قبل السلام، فإن نسيناه أتينا به بعد السلام. الإسرار بالقراءة، السر في الصلوات السرية أو في الركعات السرية، الإسرار بالقراءة في الصلاة النهارية وهي الظهر والعصر، وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء سر. إذن الركعات هذه التي تصلى سرا وما يقرأ سرا من غير الفرائض، ما يقرأ سرا في السنن في التراويح في الشفع والوتر في صلاة نهارية، إذن وما يقرأ فيه سرا من غير الفرائض ركعتا الفجر، صلاة الكسوف، جميع السنن والنوافل التي تصلى بالنهار، هذا على وجه الاستحباب فقط. فمن قرأ جهرا في صلاة نفل في النهار خالف الأفضل ولا شيء عليه. لو أنه في النهار دخلت باش تعمل تحية المسجد قريت جهر لا شيء عليه، تركت الأولى، تركت الأولى وخالفت الأفضل، فلا إثم في ذلك ولا يستحق منك ترقية ولا سجود. قراءة الجهر في حق الرجل، قل لي أنت الجهر والسر كيف أميز بين السر والجهر؟ قراءة الجهر في حق الرجل أقلها أن يسمع نفسه ومن يلي. كيفاش أنا نكون جهرت؟ هل الجهر أن أسمع من يوجد في آخر الجامع أم ماذا؟ الجهر أقله أن أسمع نفسي، أن أسمع أنا صوتي بأذني، وأن يسمعني الذي بجانبي عن يميني أو عن يساري، فهذا يعتبر جهر. وأعلى الجهر هو رفع الصوت من غير حد، سمى حتى اللي بالشارع هذا الوقت أعلى الجهر، وهذا لسنا مطالبين به. هذا إذا لم يترتب على ذلك تشويش على مصل آخر، إذا كانت مش تشوش على خيانك تولي كراها. أما إذا كان أكثر من مصل في مكان واحد فإن الجهر في حق كل واحد منهم أن يسمع نفسه فقط. إذا كان برشا من الناس قاعدين يصليوا فبالتالي كل واحد يصلي وحده يعني، فبالتالي الجهر في حقك أن تسمع نفسك. مثلا في المسجد أو في بيت أو في مكان ما بعد صلاة الفرض نصلي الشفع والوتر، نصليها جهر لأنها ليلية، فلست مطالبا أن ترفع صوتك حتى تقلق الآخرين، بل يكفيك أن تسمع نفسك فهذا يكفي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علت أصواتهم بالقراءة، خرج على الناس وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض
أي لا يفسدوا بعضكم على بعض قراءته. أن تجهر أكثر من اللازم، أكثر من أن تسمع نفسك، تقلق غيرك وتشوش عليه، وربما تضيع تركيزه وخشوعه، فبالتالي هذا منهي عنه أيها السادة. أما السر في حق الرجل فأقله حركة اللسان. السر هو أن يحرك لسانه عندما يقرأ، يقرأ فيتحرك لسانه في فمه، ويعرف ذلك باضطراب لحيته، يعني أنه لما يقرأ فنلاحظ الشفتان تتحرك، اللحية تتحرك، الفكان يتحركان، اللسان يتحرك في الفم. هذا أقل السر. وأعلى السر أن يسمع نفسه، يعني إذا كان تسمع نفسك فقط هذا يعتبر سر. فهنا اشتراك بين أقل الجهر وأكثر السر. متى يترتب السجود على القراءة في غير محلها؟ وقتاش نسجد أنا إذا قرأت قراءة في غير محلها؟ من قرأ، يعني ما معنى قراءة في غير محلها؟ يعني في النهار في الفرائض قرأت جهرا، ظهر والعصر قريت فيها جهرا، شو الحكم؟ في صلاة العشاء ولا المغرب ولا الصبح في الركعة الأولى والثانية قريت سر، شو الحكم؟ من قرأ جهرا في صلاة النهار سجد بعد السلام، ومن قرأ سرا في صلاة الليل سجد قبل السلام. إذا نترك الجهر في الليل يعتبر نقص سجود قبلي، إذا عملنا جهر في النهار الجهر في النهار زيادة سجود بعده. ولا في النهار تركنا السر وأتينا بالجهر هذه زيادة، فعلينا أن نأتي بسجود بعده. في الليل قرأنا سرا في الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة الليلية تركنا الجهر فهذا نقص، فنأتي بسجود قبلي. مسألة هذه ماذا بنا نتأكد منها؟ هي تقريبا كل السنن تترقى بسجود قبلي إلا قراءة الجهر في النهار سجود بعدي. شدوا هكا، قراءة الجهر في النهار ديما سجود بعدي، والبقية أغلبها سجود قبلي. السنة المؤكدة الرابعة التحميد. التحميد وهي قول المصلي سمع الله لمن حمده بعد عند الرفع من الركوع، فهذا سنة مؤكدة سواء كان إماما أو فذا، سواء الإمام أو الفذ الذي يصلي وحده. هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. قال الله أكبر في البداية، الله أكبر في الركوع، سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، رواه الإمام مسلم. وحكم من ترك التحميد حكم من ترك التكبير من حيث السجود أو عدم السجود. إذن إذا ترك الإنسان تكبيرة واحدة من تكبيرات الصلاة ما عدا تكبير الإحرام، هذيك فرض، هذيك نحكيو على التكبيرات، تكبيرة عند الركوع، تحميد عند الرفع من الركوع، تكبيرة للسجود، تكبيرة عند الرفع من السجدة الأولى. من ترك تكبيرة أو تكبيرتين أو تحميدة أو تحميدتين فلا شيء عليه. من ترك أكثر من تكبيرتين أو أكثر من تحميدتين أو تكبيرتين وتحميدة ترك ساهم يأتي بالسجود قبل. واضح خيالي؟ التكبيرة، التكبيرة ما عدا تكبير الإحرام، والتحميد هذه إذا تركنا واحدة منها نسينا فلا شيء في ذلك. إذا كانت ثلاثة تصبح حكمة في السجود، حكم السنة المؤكدة، حكم السورة، وبالتالي نعمل سجود قبل. السنة المؤكدة الخامسة
الجلوس للتشهد الأول، أن نجلس لنتشهد أو لنأتي بالتشهد الأول هو سنة مؤكدة، ومن نسيه ولم يجلس بالركعة الثانية حتى قام للركعة الثالثة فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام. السجود هو سنة مؤكدة، الجلوس للتشهد الأول سنة مؤكدة. فإذا نسيت من السجدة الثانية في الركعة الثانية قمت مباشرة للركعة الثالثة، إذن تركت الجلوس للتشهد وتركت التشهد. قلوا لك عندك نقص، تركت سنة مؤكدة، عليك أن تأتي بسجود قبلي قبل السلام، قبل أن تسلم تسجد سجدتين ثم تتشهد من جديد وتسلم. إن نسيته تأتي به بعد السلام. ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، أنا صلى بهم سيدي النبي، ثم قام فلم يجلس في الركعة الثانية. بعد ما كملها السجدة الثانية في الركعة الثانية عاود يقعد يتشهد، قام سيدي النبي للركعة الثالثة، فقام الناس معه، قاموا قفوا الناس. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني قال كملنا الصلاة وقعدنا نستناه باش يسلم سيدي النبي باش يسلمه، قال كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. حديث يرويه الإمام مسلم ومرويه في الموطأ كذلك، واضح. إذن سيدنا النبي يوما أخطأ فنسي التشهد الأول فقام للركعة الثالثة، فقام الناس. وهنا نفتح قوسين، في بعض الأحيان الإمام يغلط ينسى التشهد الأول، يوقف يكبر يقول الله أكبر، إحنا ما زلنا ساجدين، نقوم وإحنا من السجدة نقعد في بالنا الإمام قاعد، فإذا بين القول الإمام وقف. برشا ناس سبحان الله سبحان الله دخلوا بعض، يرجع الإمام يقعد، وهذا يفسد الصلاة. بالتالي إذا وقف الإمام لا يمكن أن يعود، لا يعود، لأنه وقام للركعة الثالثة اللي هي فرض، فلا يرجع إلى سنة مؤكدة اللي هو الجلوس التشهد. بالتالي يلقينه وقف، نوقف معه فقط ولا نسبح له. المسألة هنا نقول من نسي الجلوس التشهد الأول هل يستطيع أن يرجع ليأتي بالتشهد أو أنه لا يستطيع؟ نقول هناك حالتان أخوة الإيمان. الحالة الأولى نسي الجلوس التشهد الأول وهم بالقيام ثم تذكر وهو يعني بصدد القيام، يعني شو معناتها بصدد القيام؟ يداه أو يد واحدة لم تفارق الأرض، يعني إحنا لما ننهض نرفع رجلينا أولا ثم اليد. فإذا ما زلت أنت بديت ترتفع واليدين متاعك ما زالت على الأرض أو الركبتين ما زالت على الأرض، فلك أن ترجع وتأتي بالتشهد متاعك، ولا شيء عليك، لا سجود قبلي ولا بعد. أما إذا استوى قائما وفارقت يداه وركبتاه الأرض نقول له لا يرجع إلى الجلوس، يواصل صلاته ثم يأتي بسجود قبلي قبل السلام. أو كالمقياس، إذا كان يدك ولا رجلك الركبة يعني ما زالت ما فارقتش الأرض فلك أن ترجع وتأتي بتشهدك. أما إذا فارقت يداك وركبتاك الأرض واستويت نقول لك انتهى، لا رجوع من الفرض إلى السنة. إذن السنة المؤكدة السادسة والسابعة هي التشهد الأول والثاني، التشهد الأول بعد الركعة الثانية والتشهد الثاني بعد الركعة الرابعة أو الثالثة، كل منهما سنة مؤكدة لحق الإمام والفذ. الإمام والفذ سنة مؤكدة بحقه أنه يتشهد. ما معناته يتشهد؟ أن يأتي بالتشهد. إحنا الساعة شفنا الجلوس بالتشهد سنة مؤكدة، ولفظ التشهد سنة مؤكدة، ولفظ التشهد المختار هو الذي كان عمر بن الخطاب يعلمه للناس وهو على المنبر فيقول ماذا نقول في التشهد الأول؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله،
السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله فقط. هذه الصيغة، صيغة التشهد الأول بعد الركعة الثانية، نأتي بهذا بهذه الصيغة. في التشهد الثاني في الركعة الثالثة في المغرب، ولا في العك في الركعة الرابعة في العشاء، ولا في الظهر، وإلا في العصر، وإلا في الركعة الثانية في الصبح، لأنه هو تشهد واحد. نزيد مع الصيغة الأولى، ماذا نزيد؟ وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الثانية التي نزيدها مع الصيغة الأولى في التشهد الثاني. إذن في التشهد الأول الصيغة الأولى فقط، في التشهد الثاني الصيغة الأولى والثانية معاً. هكذا نأتي على السنن المؤكدة كلها في الصلاة. الآن ننتقل للسنن الخفيفة. بعد السنن المؤكدة نتناول السنن الخفيفة، والسنن الخفيفة والمستحبات لا يترتب على ترك شيء منها سجود، ولا تفسد الصلاة بتركها. والذي يحافظ على السنن الخفيفة يعظم ثواب صلاته بقدر حفاظه عليها. السنن الخفيفة هذه لو تركتها حتى متعمدا لا تبطل صلاتك، ولكن ينقص من أجرها، وإن أتيت بها فلك الأجر والثواب. نبدأ بالسنة الخفيفة الأولى، وهي التكبير في الصلاة غير تكبير الإحرام. كل تكبيرة، كل ما تقول الله أكبر في الصلاة ما عدا تكبير الإحرام كي فرض، كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام هو سنة خفيفة، ومن ترك تكبيرة أو تكبيرتين لا شيء عليه من ترك، لا شيء عليه. أما من ترك ثلاث تكبيرات أو أكثر فعليه سجود قبلي، فلا تكبيرة واحدة واثنين لا شيء، ثلاث تكبيرات أو أكثر سجود قبلي. السنة الخفيفة الثانية السترة، والسترة هي أن يضع المصلي شيئا أمامه قبل أن يدخل في الصلاة، كأن يجعل مثلا سارية أمامه صلي وراءها، أو كرسي، أو أي شيء آخر نسوح سترة رمح، وهذا ليمنع المرور بين يديه وهو يصلي، باش ما يتعدى حد قدامك أنت في الصلاة. ورد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها، يعني وحوش المسجد في الخلاء في السفر الجهاد، كان يركز حربة، الحربة وهي أداة القتال، أمامه لتكون سترة له. رواه البخاري. ما هي الأشياء التي تصلح سترة؟ شنو هي الأشياء اللي نجمون نأخذها سترة؟ تكون السترة بكل شيء طاهر، طبعا شرط يكون طاهر ليس نجس، ثابتا ليس متحرك، غير مشوش على المصلي، لأن المتحرك يشوش عليه. مثل ذلك السارية في الجوامع، الجدار، هنا عندما يصلي الإنسان الجدار، الشجرة، الكرسي، الوسادة، ظهر رجل آخر جالس أمامه، يعني مثلا الأخ هذا جالس أنت تصلي وراءه، فظهر الأخ هذا يعتبر سترة لي لك أنت باش ما يتعدى حد. لكن في كل الحالات لا يستتر المصلي بالمرأة، ما تجعلش المرأة أمامك سترة، لأن المرأة من شأنها أنها تشغل وتجذب وتثير،
وبالتالي لا تجعل زوجتك أمامك سترة، فقد تكون مدخل الشيطان أن يفسد عليك صلاتك، ولا بطفل صغير، لأن الطفل الصغير من طبيعته أن يتحرك، وبالتالي هو ليس ثابت، ولا يصلي إلى وجه رجل جالس المستقبل له. مثلا الأخ هذا جالس وأنا جاي قدامه نصلي نجعله سترة ولا مستقبل وجهي، لا هذا لا، لأنه مش منشغل به، خلافا لظهر ظهر ظهر ميساش، لأن كل ذلك يشغله عن صلاته. الغاية هو باش ما تشغلش عن صلاتك، باش تخشع في صلاتك، ولا يستتر كذلك بإنسان نائم، ما تعملش واحد راقب شيء أنت تقول هذا السترة متاعي، لأنه لا يأمن أن يبدو منه ما يلهي المصلي، قد يتحرك، قد ينقلب، قد يتعرق، فتنشغل أنت به، وبالتالي إذا لا تجعل النائم سترة لك. كذلك لا يستتر بالمصحف، مصحف القرآن، لأنه من استعمال المصحف، لأنه يعتبر استعمل المصحف في غير ما هو له، المصحف للتلاوة. كذلك لا يستتر إلى جماعة متحلقين يتحدثون لما فيه من التشويش، جماعة متحلقين يجي وراهم يصلي، هذا كذلك يعتبر ليس سترة. الآن ما دمنا تكلمنا على السترة، خلينا نتكلم ملا، احنا رينا أن السترة ضرورية كي نمنع أن يمر أحد أمامنا ونحن نصلي، لأنه يعني أنت لما تصلي قرب الجدار والجدار سترة أو وراء العمود هذا كسترة، فلن يمر أحد بينك وبين العمود أو بينك وبين الجدار، وبالتالي هناك حرمة المرور أمام المصلي. ما معنى حرمة؟ يعني يحرم على غير المصلي أن يشوش على المصلي بأن يمر أمامه، يحرم ذلك، أو يناول أحدا شيئا أمام المصلي، أو يكلمه. بعض الأحيان الإنسان يصلي ويجي واحد يكلمه، يقول له أنا مش نصبح ألحق عليه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا نكلم إنسانا يصلي. ورد في الصحيح قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. سيدنا النبي يقول في هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري: لو يعلم من يمر بين يدي المصلي ما في ذلك من الإثم لكان أن يقف 40. قال 40، ما قالش 40 شمع، 40 دقيقة، 40 ساعة، 40 يوم، 40 أسبوع، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم، خير من أن يمر بين يدي المصلي، بالتالي هذا يحرمون. يجوز للمصلي، أنت اللي قاعد تصلي، أنت ما قلنا لك خذ سترة، أعمل سترة، زاد أنت ما تجيش هنا في الوسط، يعني في مرور الناس، ولا بحث الباب من أين يدخل الناس، وقوم تصلي، ما يجيش. ولكن في كل الحالات إذا كنت تصلي وشعرت بأن هناك من سيمر أمامك أو بينك وبين السترة، فيجوز لك أن تدفعه دفعا خفيفا. إيش معنى تدفعه؟ يعني أنت تصلي هكذا وشعرت أن هناك من سيمر، تمد يدك هكذا من اليسار أو من اليمين حتى تعترض سبيله، لأنه يعني إذا مديت يدك أنت تكي هذه تعرفه، فتمد يدك وبذلك تدفعه دفعا خفيفا أو بالإشارة باليد كما قلت دون أن يشغله عن صلاته. قال صلى الله عليه وسلم، بل يقول الفقهاء وخيانة، إذا كانوا عرفت يدك ما حبش يفهم، لك أن تدفعه وأن تمنعه بالقوة، فلا تسمح له بأن يمر بين يديك. أسمع شكو سيدي النبي في الحديث، الحديث الذي يرويه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، يعني حديث صحيح: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. سبحان الله، أنت زاد عملت سترة، مش جيت قدام الباب وتصلي هكاك مش تخلي الناس يتعدوا أمامك، أو جي أمام باب خاص لدخول وخروج الإمام وتصلي،
أو جي أمام المحراب وتصلي الأشياء هذه تكره الصلاة للأماكن هذه. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، اتخذت الأسباب أنت واتخذت سترة، جيت وراء العرصة ولا هنا أمام الجدار واتخذت سترة. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، قال سيدنا النبي فليدفعه بالوجه بالليل ما نستعملوش القوة، فليدفعه فإن أبى، ساعات تعرض للدكاكة هم يتعدى بالقوة، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ايش معنى يقاتله؟ معناها ما يخليش تعدى، ولو أنك تقدم أنت للسترة باش تمنعه، ولا تتركه يمر بين يديك. السنة الخفيفة الثالثة الخشوع في الصلاة، الخشوع سنة والحمد لله، ربما من رحمة ربي أنه مش سنة مؤكدة، لأنه وقليلا من يخشى. الخشوع في الصلاة ينقسم إلى قسمين، الخشوع هذا نوعين، خشوع بالبدن والجوارح وخشوع بالقلب. ثم خشوع بالبدن، أن يخشع بدنك، أن تخشع جوارحك، وخشوع ثاني أن يخشع قلبك. فما هو الخشوع بالبدن والجوارح؟ ويكون ذلك بالسكون في الصلاة وعدم الحركة وعدم الالتفات وبإتمام الركوع والسجود والأركان. هذا ما معنى الخشوع بالبدن والجوارح، يعني الإنسان لما يصلي كبر تكبير الإحرام يكون خاشعا ببدنه فلا يتحرك. نرى بعض الناس تارة يلتفت إلى اليمين، تارة يلتفت إلى ينظر إلى الأعلى، في بعض الأحيان ها قد حك رأسه، قد عدل الشاشية، يفتح الثياب نتاعو فيستا رجل من قال شوف الوقت. إذا كثرت الأمور هذه راهي قد تبطل الصلاة. إذا كثر إيش معناتها كثر؟ تو نشوفوا إحنا جايين راه. إذا كان أنت قاعد تصلي غاديك وأنا هنا ننظر، لما ننظرك تخيل لي أنك مش قاعد تصلي، لأنك تقوم بحركات كثيرة. فإذا خيل لمن يراك أنك لا تصلي فصلاتك باطلة، لأن حركاتك كثرت أكثر من اللازم. ورد بالصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، رواه الإمام مسلم، اسكنوا يعني السكينة أقل حركة. ليس عيبا أن نأتي ربما بحركة من الحركات إن كانت ضرورية، إن كانت ضرورية، أما إذا كثرت هذه الحركات فنقول بأنك قد تركت خشوع البدن. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. البخاري رواه. سيدنا النبي قال الصحابة أقيموا الركوع والسجود، يعني أسكنوا في ركوعكم وسجودكم، فوالله يخصب سيدنا النبي إني لأراكم من بعد ظهري، خصوصية سيدنا النبي يطلعه الله على حال المصلين وراءه، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه المولى على من يصلي وراءه. هذا الخشوع بالبدن والجوارح. الخشوع بالقلب، كيف يكون الخشوع بالقلب؟ هو استشعار المصلي أنه يقف بين يدي الله، فيقف وقفة رهبة ورغبة وتذلل وتضرع وانكسار، يجاهد نفسه بالإحساس بأنه في مناجاة الله، فيصرف عن نفسه الخواطر ووسوسة الشيطان بالتدبر فيما يقرأ، يتدبر ما يقول، يتدبر آيات الفاتحة ومعانيها،
يتدبر معاني الآيات أو آيات السورة التي يقرأها، يتدبر معنى الركوع، يتدبر معنى السجود، يتدبر معنى الخضوع بين يدي الله والتذلل لله، حتى يطرد عن نفسه وساوس وخواطر الشيطان. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع مطلوب، فمن خشع قد أفلح في صلاته وقد فاز. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيها معنى ترك الصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها، فيها معنى السهو في الصلاة، أي أنه لا يخشع ولا يتذكر، إنما يتفكر في الدنيا وما حوله. وعن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود، يقولها الصحابي هذايا. رأيت رسول الله وهو يصلي وأسمعت أزيزا في صدره يبكي سيدي النبي من الخشوع. قال: هيك الأزيز كأزيز الرحى، كالأزيز والصوت الذي تحدثه الرحى. ما دمنا نتكلم عن الخشوع، وقلنا الخشوع بالقلب هو أن تتذكر فيما تقول، وأن تستشعر وجودك ووقوفك بين يدي الله، وأن تطرد عنك خواطر ووساوس الشيطان. فما هي الخواطر التي ترد على المصلي؟ خواطر ترد علينا ونحن نصلي. الخواطر التي تهجم على المصلي كثيرة ومتنوعة، وهي تصرف المصلي عن صلاته. في بعض الأحيان الإنسان يقاش يعرف عند رواه في الركعة الأولى ولا الثانية، صلى ثلاثة ولا أربعة، تشاهد ولا ما تشاهدش، قرأ سورة ولا ما قراش، قرأ فاتحة ولا ما قراش. من كثرة الخواطر وقلة الخشوع ينسى ماذا كان يفعل. نقول: إن كانت هذه الخواطر متعلقة بأمر يقرب إلى الله تعالى فهي جائزة، لأنها في مرضاة الله. شو معنى خواطر متعلقة بأمر يتقرب به أو يقرب إلى الله؟ يعني أتذكر وأنا أصلي وأقرأ الفاتحة أنني عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم، فأنا أتخيل نفسي: يا ربي اجعلني على صراط النبي صلى الله عليه وسلم، صراط الأنبياء، طريق المصلين والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي ما تجعلنيش في هيك الطرقات المتعرجة. ونتخيل أنا بعقلي طرقات متعرجة خارجة على الطريق المستقيم، هي الطريق اليهود والنصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو أنني أتخيل نفسي وأنا أقف بين يدي الله أنني أقف على الصراط فوق ظهر جهنم، أتخيل أن الصراط يضيق علي، أحس وأستشعر أن النار تحرق رجلي حتى أنها تأخذك قشعريرة. فهذه تفكر، تتفكر هذه الأمور، أن تتفكر وأنت في قبر، القبر يضيق عليك، القبر في ظلمة لا يتنور إلا بالصلاة أو بالصلاح. فهذه الخواطر ما دامت تقرب إلى الله وتذكرك بالله فهي جائزة. بالعكس، خاصة اللي ما يخشاش حاول لخشوعه قليل، حاول يتذكر هالمواقف هذه: القبر، الموت، الصراط، الكتب، تطاير الصحف يوم القيامة، الشمس فوق الرؤوس، الصراط وهو أحد من السيف وأرق من الشعر. أتخيل أن الصراط سيفا يقطعني يمزقني. خليني نتخيل هكذا سيرش، تخيل أنه قاعد يقطعني في لحمي، أحاول أن أخشع في صلاتي. أما إن كانت هذه الخواطر خواطر النفس في أمور الدنيا، المرأة، الدنيا، الشركة، فلوس، كنابل، ورفاء، الأولاد،
راية الحوازة الصابة فهي مكروهة لأنها من وسوسة الشيطان، هذه من الشيطان، وبالتالي هذه قد تخرجك عن صلاتك وتخليك تنسى وما تعرفش شنو اللي قاعد تصلي. ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات، يعني وقت قيم المؤذن الصلاة الشيطان موجود في الجامعة. يا أخي هو صدقوني في الجامعة أكثر من اللي موجود في الخمارات، لأنه جماعة الخمارات والملاهي كما طمين عليهم مهنيين يقوموا بالمهمة خير منه البشر اللي غاديك، أما هو جاي هنا للجامعة هو تحدى ربي قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قالوا مليش باش نقعد لهم في ثنية الخمارة ولا الفجور، لا لا باش نقعد لهم في ثنية انت الصراط المستقيم، ثنية الجامع وثنية البر وثنية طاعة الوالدين وثنية صلة الرحم وثنية الإحسان، هاكي مش يلقوني فيها. ما اللي ماشي للجامع ملا تخزم الدار هو في جردك يحاول كيفاش يرشد. نكمل الحديث، إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات، يهرب ما يحبش يسمع كلمة التكبير، وله ذرات ذرات خايف حتى يسمع التأذين حتى تكمل تقييم الصلاة. فإذا سكت المؤذن أقبل يرجع، فإذا ثوب يعني لتكبير الصلاة أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. هكا قال سيدنا النبي رواه البخاري، يبدا يذكرك والحاجه اللي كنت ناسيها ما حبش تتذكرها في الصلاه تتذكرها على خاطر هو يجي ماشي يشغلك، حتى قال سيدنا النبي حتى لا يدري كم صلى. كيف نتخلص من كل ما يشغلنا هالمشاغل هذه؟ كيفاش نتخلص منها؟ وخيالي ينبغي على المرء وهو يريد الصلاة، من أراد أن يصلي، أن يفرغ قلبه من المشاغل قبل الدخول في الصلاة. قبل ما تصلي يلزمك تفرغ قلبك، وأن يقطع على نفسه كل الأسباب التي قد تشغله عن الصلاة. ومن أجل ذلك كان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، لما راح حضرت عشاء جلست عشاء لا لا حتى نصلي، مش تصلي مشغول بالعشاء. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، تعشى وبعد صلي، يعني مش تنشغل. أو كذلك الصلاة عند مدافعة الأخبثين، إيش معنى أنت مدافعة الأخبثين؟ الحاجة الإحساس بالحاجة إلى البول أو الغائط، إنسان يقول أنا محصور ومش يصلي، كون متأكد أن صلاتك ماكش مش تفيق منها بحد شيء، لأنك مشغول بحاجة تقلق فيه. كذلك الإنسان منشغل بالحديث، ما زال يكمل في الحديث ويسمع في الهدرة الله أكبر، سيبقى ذاك الحديث وكالكلام تتذكره، ما زال يشاهد المسلسل والفيلم. إذن في الاستراحة الإشهارية يصلي بسرعة باش ما تفوتوش المشهد أو كرة القدم ولا غيرها من أي شيء. فبالتالي لابد أن يفرغ قلبه من هذه الأمور وأن يستعد. كيف يستعد؟ يتوضى إذا مش متوضي، صلي ركعتين نافلة قبل الصلاة، يقرأ بعض آيات، نقيم الصلاة، إذا تعرف روحك عندك الوسوسة برشا والشيطان اقرأ المعوذتين، اقرأ الإخلاص قبل الصلاة، ثم كبر الصلاة وحاول أنك أن تجعل تلك الخواطر الطيبة ترد على ذهنك، أنك تقف بين يدي الله، أن الله مقبل عليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليك، أن الصراط تحت قدميك، أن الجنة على يمينك. واضح؟ تخيل هذه المشاهد، تصورها، فتساعدك على الخشوع إخوة الإيمان. السنة الخفيفة الرابعة وهي رفع اليدين عند الشروع وعند الركوع
والرفع منه، رفع اليدين. عندما نكبر تكبير الإحرام نرفع اليدين كما رأينا قلنا حذو المنكبين هكذا الله أكبر. فرفع اليدين في التكبير هو سنة خفيفة، يسن إذن رفع اليدين حذو المنكبين، هذا اسم المنكب، هذا اسم المرفق. احنا في اللغة الدارجة نقول منكب، هذا هذا مش منكب، هذا مرفق. المنكب هو هذا من أين تنكب اليد، من المكان الذي خرجت منه اليد من الجسد. يسن رفع اليدين حذو المنكبين عند الشروع في تكبيرة الإحرام ثم إرسالهما حال التكبير. الله أكبر، أنت تنطق بالتكبير وتنزل بيديك. عندما نرفع ظهورهما إلى الأعلى، ظهر هذا إلى الأعلى هكذا، بطونهما إلى الأرض، وذلك تعظيما لله واستسلاما له. الإنسان وقت يرفع يديه مستسلم، وقت يستسلم للعدو ولا غيره، فبالتالي أنت تستسلم لله استسلاما لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه. إذن في تكبيرة الإحرام الله أكبر. إذن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعندما نريد الركوع وعند الرفع هذا سنة خفيفة. ورد في الموطأ عن عبد الله بن عمر من رواية سالم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه هكذا، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. سيدنا النبي كان يفعل هذا، هذا وارد، هذا الحديث رواه الإمام البخاري وكذلك مروي في الموطأ، موطأ الإمام مالك. فنشوف احنا في بعض الأحيان وخيات، إذا في كل تكبيرة يرفع اليدين. فهذا الحديث ثابت صحيح رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجلا، 13 رجل من الصحابة، ورواه مالك في الموطأ، واتفق عليه البخاري ومسلم، وأخذ به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وبالتالي تكبير الإحرام الله أكبر في الركوع، الله أكبر في الرفع من الركوع، الله أكبر في السجود له حسب هذا الحديث. ولا يرفع المصلي يديه عند القيام من اثنتين ولا عند الرفع من السجود. إذن فقط في تكبير الإحرام وفي الركوع والرفع من الركوع، ولكن في كل الحالات لا يجب أن يكون هذه الحركة اللي هي سنة خفيفة لا يجب أن تكون سبباً للخلاف بين المسلمين أو سبب تناحر وتقاتل من أجل مستحب من مستحبات الصلاة. بعض الأحيان نلقى خصومة بين اثنين، هذا يقول له نرفع والآخر يقول له لا ما ترفعش، هذا يقول له نسجد وهذا يقول له تقبض والآخر يقول له ما تقبضش القبض في الصلاة. فبالتالي هذه سنن خفيفة لا يجب أن تكون سبب خلاف بيناتنا أو بين المصلين في الجوامع. وقعت خلافات ورفعت الأصوات إذن من أجل سنن خفيفة كهذه. كذلك السنة الخفيفة الخامسة، حاول أن نكمل الدرس قبل ما يكون في الوقت، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، القبض نسميه القبض هكا. ناس تلوم على ناس، احنا ما احناش متعودين بالقبض هذا، والسد الخير. والإمام مالك كان يسجد، يقولوا لهم يسن وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى تحت الصدر أثناء القيام في الصلاة. إذا اليد اليمنى على الكوع، الكوع هذا هنا هكذا، إذا ما تكون شكة ما هي شكة، ما هيش على المرفق، السنة على الكوع هنا وين وضع الساعة هكذا، وتكون تحت الصدر ما هيش فوق هنا، ما هيش في العنق، وما هيش تحت السرة، لا تكون تحت السرة ولا تكون في العنق، إنما فوق السرة تحت الصدر هكذا. اليد اليمنى فوق المعصم، اليد اليسرى تحت الصدر فوق السرة. وقد ورد القول بالقبض والسدر في نفس الوقت
شريطة ألا يكون سببا للفتنة والخلاف بين المسلمين. دائما هذه سنن خفيفة مستحبات ما نتعرفوش من أجله وخيانه. سادسا قراءة البسملة قبل الفاتحة مراعاة الخلاف. ثم ناس يقول لك ما نقراوش ما نبسملوش، ثم ناس يقول لك لا نبسملو حتى في الفرائض. قراءة البسملة في الصلاة فيه خلاف، ثم خلاف بين العلماء مختلفين، والخلاف قائم بسبب وهو أن من يقول بقراءة أو بعدم قراءة البسملة في الصلاة، ومن علماء المالكية، المالكية يقول من بسملوش في الفرض، يرون أن البسملة ليست آية من القرآن، لا من الفاتحة ولا من غيرها إلا في سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم ما هيش آية في كل سورة، هي جاءت آية واحدة في سورة النمل، وثبوتها في المصحف في كل سورة إنما هو للفصل بين السور والاستفتاح والتبرك. العلماء ومنهم علماء المالكية يقولوا البسملة هذه ما هيش آية في الفاتحة، ما هيش آية من الفاتحة، آية الفاتحة ما فيهمش البسملة، السور ما هي البسملة ما هيش آية فيها، هي آية في سورة النمل، وبالتالي ما بسملوش. تقول له علاش ماذا نفتتح بها؟ نفتتح بها السور باش نفصل بين السور وتبركا بها. أما من يقول بقراءة البسملة، العلماء الآخرين يقولون قرأوا البسملة في الفرائض، فهم يعتبرون أنها جزء من الفاتحة ومن كل سورة زيادة على كونها آية في سورة النمل. وبذلك قال الشافعية، الشافعية يقولوا هي آية في سورة النمل وهي آية في كل سورة، وبالتالي يقول لك نفتتح بها الصلاة الفاتحة والسور. وقد كان فقهاء المدينة يقرؤون بقراءة نافع وهو لا يرى أن البسملة آية من السورة، فقال بعدم قراءتها في صلاة الفريضة لا سرا ولا جهرا، وهو المروي عن مالك في المدونة. قال الإمام مالك هي السنة، هك عمل سيدي النبي، هك عمل أهل المدينة، وعليها أدركت الناس. إمام مالك قال هك لقيت الناس، هو ما جاش في عهد سيدي النبي، بعد سيدي النبي قال لقيت الناس يصلي هكا. والإمام مالك عنده خصوصية، كان يأخذ بعمل أهل المدينة، يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، لأنه يعتبر عمل أهل المدينة هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوز الإمام مالك قراءة البسملة في النافلة لمن شاء لخفة الأمر في النافلة، أما في الفرض فلا نبسمل على المذهب المالكي على ما ذهب إليه الإمام مالك، ويبسمل الشافعية وغير من العلماء لأنهم يرون أنها آية من كل سورة وآية من الفاتحة. إذن أخوة الإيمان في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يتقبل منه ومنكم. وسيكون موعدنا ولقاؤنا إن شاء الله الاثنين المقبل مباشرة بعد أداء صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا عفو اعف عنا، يا كريم أكرمنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا هادي اهدنا واهد بنا، يا سلام سلمنا، يا قاهر لا تقهرنا. اللهم ألم قلوبنا واجمع شملنا وانزع الأحقاد من قلوبنا، واحفظنا من الشقاق والقطيعة والنفاق، وسلمنا يا مولانا من الخصومة والفحش وسوء الأخلاق. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا نسألك أن تحفظنا والمسلمين من الفتن والبلايا والآفات والرزايا. اللهم اجعلنا بطاعتك عاملين وعلى ما يرضيك مقبلين، وألبسنا ملابس الصالحين، ولا تحرمنا خير ما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في الصلاة خاشعين، وأبعد عنا خطرات ووساوس الشياطين أجمعين، وأدخلنا الجنة بفضل الصلاة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.